يعني تكون عندنا المعلومة كاملة باش يمكن لينا نجيو بالآراء ديالنا ونشاركو تاحنا، لأن الأصيبة كتهمنا كاملين، وتاحنا تاحنا كان يعني كنمثلو الساكنة، لهذا توصلنا بعناوين، ولكن الوراق حتى دابا عاد فرقتو. هذا واش استهتار؟ راه ناقشنا هذه المسألة وعدنا ناقشناها، والله يخليك خص يكون الاحترام ديال العمل ديال الجماعة الله يخليك، راه كنهضر على السعادة. ثانيا اتفقنا على التصوير باش ما يبقاش المشكل ديال المحاضر، قضينا المحاضر لأنها ما كاملاش، ما كانش فيها كاع داكشي اللي قلنا، ورديناهم على أساس باش مرة أخرى المحاضر تعطاها أهمية أكبر. وباش يبقى اي حاجه قالها اي واحد خاصها تسجل في المحاضر، وقلنا باش نتفاداو هذا المشكل من الاحسن باش تكون التصوير ديال الجلسه، واذا دابا ما كاينش التصوير ديال الجلسه الا الصاحب الجلسه خاصها تكون كتصور. الله يخليك الدكتور، راه بقينا غادي لا دابا الميساج ديالك راه وصل، لا يقولوا لي جوج الاعمال، اسمح لي جوج الاعمال راه عندك جميع المرافقات، جوج الوثائق اللي هادوك يلاه جمع المقابضة، لا 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 مكاينش، تراسلوا المقابضة، تراسلوا المقابضة، ولكن راه ضروري نصحوا الدكتور، خلينا نزيد خلينا نمشيو لقدام، باش نمشيو، حنا باغيين نمشيو ولكن نمشيو باش، شكرا الطبيب، نمشيو باش، شكرا الميساج وصل، شكرا. النقطة الأولى عرفت نجد اللجان في الفترة الفصيلة ما بين الثورتين مذكرة حول أنشطة المجلس، أتشرف بأن أتقدم بجد حول أبرز أنشطة المكتب المجلس في الفترة الفصيلة بين ثورتي أكتوبر 2015 وفبراير 2015. أولا بالنسبة لاجتماع مكتب المجلس وتبقى بمقتضى المادة 32 من الكتاب الجامعي أمر الرئيس بتاعه مع أعضاء المكتب المزيد إعادة المقدمة والأعمال الثورة العادية في شهر فبراير 2015 وتحديد مواعيد انعقادية. ثانيا بالنسبة لأنشطة مكتب المجلس، حضور السيد الرئيس الأمن الاجتماعي المنعقدين في مقر وكالة التنمية الاجتماعية بمن منه، الأول بتاريخ 7 أكتوبر 2015 والثاني بتاريخ 20 أكتوبر 2015، والذين خصصا لتفعيل اتفاقية الشراكة المتعلقة بمشروع التنشيط الثقافي والرياضي. تمثيل الجامعة أشرف من دون المناقشة من بني ملال حول إدماج الوعد التربيعي في التشكيل الاستراتيجي. تمثيل الجامعة من طرف السيد الرئيس بمعيد النائب الأول والكاتب العام بتاريخ 10 أكتوبر 2015 في أشغال ندوة نداء الجبل المنظمة على هامش مهرجان جماعة الملك زاوية رأي الصحف والمشاركة في تشكيل لجنة جهوية يعهد لها برفع التوصيات للجهات المسؤولة حول مجموعة الذكريات التي تعاني من هجمات مرافق الجبل في كافة القطاعات الأساسية والتي تعتمد دون تحقيق تنمية مستدامة من الجملة. تمثيل الجامعة في سلسلة من الاجتماعات المنعقدة بمقر مباشر أنتم ما عندكمش من فيها، وبالتالي يبدا غادي نديرو شي بلاد البركة، لأنه الغياب ديالو كيما بغا يكون الحال، كيما يكون شي وزير اللي بغا يجي غير مبرر. علاش؟ لأن هذه هي المصلحة ديال البلاد، هو مديور المصلحة ديال البلاد، ما مديورش باش يتهكم عليهم ويمشي للمسائل اللي يهتم بها. المسألة الأولى سيد الرئيس، في العرض ديالكم ديال الأنشطة بين الدورتين قلتوا لنا غير داكشي اللي عادي، حتى داكشي اللي قلتوا لنا ما ماشي مبرر، ما عندنا شي علاقة، كتقول لنا مشى لهكا مشى لهكا ما جا حاجة، وما قلتولناش بأن جا رئيس الجهة، رئيس الجهة أنا اللي جا معاكاش مشى مشى ك ك كمسؤول حزبي، وبالتالي المجيء ديالو هنا كان خطير، وكان حملة انتخابية سابقة لأوانها. وحنا غادي نطرقوا لها المساله، لان السلطه ما حضراش ما كبرهاش، لا غير الجهه واش السلامه اش كيدير هنا، والميثاق الجماعي واضح ما عندها حتى علاقه بالبلد. احتجاجات انا انه كيسني 500 مليون 500 مليون ديال الديكونت ديال المقاول، لانه من الاسره والمعاصره شيء امر خطير، كيقول لي ما عنديش ما خصهم الكونسي، كنتفاجئوا انه 500 مليون لان فلوس كيسنيها، وكيقول الفلوس لانه ما كاينش تسليم الصوره، الا ما كاينش تسليم الصوره ما خصوش يكون على المشاريع وما يكونش على مسألة أخرى اللي خطيرة جدا اللي مشاتوا ليها في الأنشطة ديالكم. كيفاش تحولتوا دوك البطولات؟ علاش ما قلتولناش راه كان البطولات غادي للشرق ردينا بالغرب؟ وعلاش ما قلتولناش؟ لأنه
خواصي انا فراسك ما خواصي انا ما خواصش شي غادي هكا ولا غادي هكا كانوا كامل غادي هكا باش الدراسه كانوا في الدراسه السيد الرئيس بالنيابه انا عارف شو السيد النائب انت لا غير ملام انا كنعرف راه قلتها لكم عندي البراني كي قال انت غير ملام كان المفروض انه يكون رئيس لان كاين شي حوايج خطيره في الدراسه السؤال ديالي يا سيدي الرئيس انه الدراسه اللي كانت ما فيهاش ما فيهاش اللي غادي لها الجي فيها اللي غادي لها الجي كان من المفروض باش تكون عندنا واحد استراتيجيه واضحه في هذا المجلس وتكون دراسه مبنيه على القواعد على القواعد المتعامل بها انه نجيو نربطو نخليو الفائض خليو داكشي الفائض مازال لا لا راه تخير راه حتى تخير كاع يا راه مازال ما كيدير لي خطر لا ما تقول لي هذا السلام السلام عليكم رحيم السيد الرئيس من النيابة السيد كوشا السيد المدير العام السيد القابض السيدات والسادة أعضاء المجلس الحضور الكريم بما انني عضو بلجنه ديال الميزانيه والشؤون الماليه والبرمجه عندي شي اسئله نطرحهم السيد الرئيس ديال اللجنه ذكر بانه حضر جلسات ديال فتح الاضرفه مع ان اي عضو من اللجنه من حقه يحضر هذه المسائل الماليه ديال الجماعه واش ما من حقناش اننا نطلع على هذه المسائل ولا شنو ولا هي سياسه ديال الاقصاء الممنهج باش حتى واحد ما يسيق خبر حتى شي حاجه هذه نقاط انا تا استغرب ان الناس اللي في اللجنه وما يحضروش هذه المسائل ديال الماليه ديال الجماعه كيفاش ما تتشدعوش ليها حتى يجيونا شي خبر هنا هي الشفافيه اننا نوصلوا اصلا الخبر الصحيح للمواطن وهذا من حقنا ومن حق المواطن انه يطلع على اي حاجه في هذا المجال هذا ونقاط أخرى بالنسبة لإجابة جدول الأعمال النقطة الثالثة والنقطة الرابعة والنقطة الثامنة هذو مسائل تهم مالية الجماعة كان من الأولى أنها تعرض أولا على اللجنة ديال المالية وتقول فيها القرار ديالها والبات المقترحات ديالها انا ذاك التعرض على المجلس واش هادي ما فهمتش فهمونا واش ما من حقناش اننا هاد المسائل تدوزها اولا بعد اللجنه ديال الماليه هذا التعرض في المجلس انا وشكرا لا 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 بالنسبة للنقطة هذه جات واحد المراسلة من السيد الوالي تيقول فيها بأن خصنا نوجدوا واحد برنامج عمل بهاد المدة ديال هاد السنوات اللي غادي ندوزو إن شاء الله هادي غير موافقة مبدئية ماشي برنامج عمل هذا غير أورجانيك لا 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 ولكن واش في هذه المراسلة السيد واش ما تاش واحد النقطة ديال أنه أكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير إطار الخطوات اللي كيدوز منها البرنامج ديال العمل اللي هي الإعداد والانطلاقات ديال الخطوة الأولى كاينة في أكتوبر نوفمبر دي مرحلة والحالة الراهنة والتشخيص التجاربي والتوافق حول التشخيص كتكون في ديسمبر وفي يناير حنا دابا في فبراير حنا 4 شهور مشات من الناحيه القانونيه كذا نتعاملوا حنا مع 4 شهور هذو الخطوات هذو كيفاش نتعاملوا معاهم
مش ما كاينش شي اشاره في الرساله ديال السيد على هذه النقطه اللي كيما نديروا ليها بأن على الجماعة والرئيس ديالها والمصالح ديال المشاعر قدموا لي الحصيلة ضربوا لي الحصيلة كتكون عندنا دابا ملي كتكون عندنا حدا الحصيلة كنساعدوا الرئاسة وكنساعدوا النواب ديال الرئيس على أساس أنه تحنا نكتبوا مقترحات فأنا كنسأل كيفاش يمكن لينا هذا العروض نعاونوا في هذا البرنامج ديال العمل نروح في الأحلام أهداف الحصيلة ديال الجماعة ما عندناش حصيلة تصير الجماعة على جميع المستويات سبحان الله بالنسبة للوفقة على إعلان برنامج عمل الجماعة أعتقد أنه في غياب تصميم التهيئة غياب التصميم اللي هو تصميم التهيئة ديال الانتخاب وثيقة التعمير ديال السي واشنطن نصوا أنه يستحيل أنه يبدا شي عمل جاد شي مشروع اللي يمكن يخدم هذا المنطقة هذه البلدان إذا فين وصل يعني خصنا نربطوا هذا هو المفرقة شكون هذا الجانب يمكن أن تصل على في استحضار ما سيكون عنه علم التغيير شكراً للسيد المستشار بالنسبة لهذه الموافقة البلدية غادي نشوفوا في جلسة أخرى غادي نشوفوا في جلسة أخرى على هذا الموضوع أخيراً نشيروا لي غادي نشوفوا لي لأنه ما كنت يخش منه لا لا إيوا أحتاج إلى السيد المستشار غير للتوضيح مدام إرسالية جات من عند السيد الوالي شكون السيد رئيس بعداك شكرا للإخوان هو كاين واحد المخطط استعجالي بحال مخطط استعجالي وبرنامج عمل في ضوء المستجدات اللي وقعت على مستوى الجماعة الترابية و ريجيون جهة كاينة واحد المبالغ مرصودة كترصدها الدولة وكل مسار جهة وبدا واحد المخطط جماعي اشنو كيحدث فيه كيحدث فيه شنو الحاجيات الضرورية خاصة جماعة ترابية المصيبة أعطاو النموذج داروا النموذج على الدائرة تاع أغبالة اللي فيها بوتفردة وتيزينيس لي وهاديك وبغاو الجماعة الأخرى يعطيو شنو الحاجيات الضرورية المستعجلة وشنو السيد الرئيس غيدير واحد بحال ملتمسات شكل ملتمسات ولكن الجماعة شحال تساهم ما تقوليش حنا بغينا طريق اللي غادوز تاع 40 إلى 50 من فوق خاصنا هادي ولكن خاص الجماعة باش غتساهم بشكل اتفاقيات او بشكل ميزانيه بغينا حنا نكونوا من السباقين باش نستافدوا وعلى ضوء هذا البرنامج عمل هذا المخطط العمل غادي السيد الوالي يدير واحد اللقاءات على مستوى البلديات غيكون واحد اللقاء على مستوى الدائره والبلديه الجماعه اللي غتكون موجوده غادي يناقش مع هذا البرنامج عمل اللي خطات غير هو يكون منطقي وموضوعي الحاجيات ضرورية من طرق مستوصف تعليم تكون مستعجلة ومعقولة والجماعة باش غتساهم واش غتدخل شراكة مع وزارة التعليم ولا مع الصحة ولا مع الداخلية ولا غير هو كنطلب باش تكون مسألة مستعجلة باش نكونوا من الأوائل استافدوا حنا من هذا الدعم هذا هو اللي كان باختصار دابا الله نور صنع انتونا شنو مزورين جيتو بدنا تعال جا قال لك البرنامج العمل ديال 60 هذا على اللي كتلاق مع هذا الشيء التاهيل الحضري اللي كان كتلاق انا مزيان نكون كان من الافضل انه كون جابوا لنا بطائق تقنيه راه عندنا واحد البنك ديال المشاريع راه كاين ديجا راه كاين في الاداره لان كاين استمرار في الاداره انا بعثوا الناس ادخلوا عليه دابا تسويق ونكونوا على سباقين اما الى نقول الموافقه كون على يقين انا جيت انا ماشي دور غاتسنى نجي نشوف فيها نقطع عليك تسنى انت وبالتالي هذا الشيء عنده طابع استعجالي كان خاب بدا انه يجيب مع هذا البنك ديال المشاريع اللي عندنا هيك ونفدوا الشغل ديالنا ونصدقوا عليه. شكرا سي المستشار نمروا للعمليه ديال التصويت. شوف انا باش احنا كنقول لك البنيه البشريه كاين المشاريع.
تنفيذ جامعه بصفتها صاحبه المشروع لتنفيذ مضمون اتفاقيه الشراكه مع الاطراف المعنيه بهجره الدار الصانعه تعين على مجلس الاعضاء الموافقه من اجل تعديل برنامج استعمال اموال المبادره المحليه للتنميه البشريه من خلال فتح اعتماد جديد في الحساب الخصوصي لهذا المشروع. شكرا سيد الحسين. السيد الرئيس غير بالنسبه لهذه الموافقه على تعديل برنامج استعمال اموال المبادره المحليه للتنميه البشريه كما كانت عطواتي فلسفه مولويه يجب يعني وضع بواحد الطريقه عقلانيه ماشي بحال الشيء اللي وقع في دوك لي كيوسك ديال دار بيروت. يعني الان حنا ما كاينش عندنا العقد ديال كذا ما كاينش كذا يعني البلديه الان راه يمكن نمشي للحكم علاش؟ لانه ذاك الشرط اللي دارت هي باش تعطي الارض وكذا كذا راه هي اللي خلات ذاك الشرط. المشكل عندها هي وبالتالي راه اللي دار الالتزام ديال هذه النفقات راه خصو تا هو يمشي لحبس لان راه تزيد الملعب. وبالتالي انا قلت لكم السيد الرئيس الا خديتوا هذه المبادره ما تكونوش بحال هذا الشيء اللي وقع. شوف هذا يا اخوان
تم إدراج هذه النقطة من أجل الموافقة على تحويل بعض الاعتمادات في الجزء الثاني من
للميزان من الفصل المتعلق بالمساهمات الى الفصل الخاص بالبناء، ويتعلق الامر بتحويل المبلغ 60 مليون سنتيم المخصصة لضرب التقاطع ومبلغ 20 مليون درهم خاص بالقاعة المؤقتة. وشكرا. هو اللي قبل المشروع هو اللي ديسكريتي
طبيب باش نقول الامور بين يدينا كمجلس بلد. شكرا. ندوزو على قد التصويت. تم إدراج هذه النقطة من أجل الموافقة على هيكل الكونفيني للجماعة وإرسال المقرر إلى السلطة المختصة للتأشير عليه وفق أحكام المادة 118 من القانون التنظيمي. تجديدنا وقت مستمر. وشكرا. وتبجحت به الى ان نواجه البرلمان. اذن علاش غادي نديروا اعاده ديال وحده هيكل معترف فيه واحسن هيكل نعاودوا؟ هذه مساله غير تضيع الوقت. تضيع الوقت. الناس 15 لا تضيع الوقت. مكتب التدريب المستمر، مكتب التكوين المستمر،
الشؤون الاجتماعيه والمصرفيه. مصلحه الشؤون الاقتصاديه والماليه تتالف من مكتب الحسابات والميزانيه، مكتب الوعاء الضريبي، مكتب وكاله المداخيل، مكتب التنشيط الاقتصادي. ومصلحه الشؤون التقنيه يتالف من مكتب الدراسه والبرمجه والمشاريع التنميه الحضريه، مكتب الاشراف، مكتب الاماره العموميه، مكتب المشتريات. ثم مصلحه التعمير الكبير الحضري ويتالف من مكتب الشؤون الاداريه والعقاريه، مكتب الخاص بالاصلاح، مكتب مراقبه البناء، مكتب المناطق الخضراء. دور المشروع ديال هيكله مدينه الجامعه، علما ان الجامعه الواحده على الصعيد الوطني التي تتالف التي تتوفر على هيكله مدينه مصلحه عن وزاره الداخليه هي الجامعه المكسيكو، وهي الوحيده بحد ذاتها. شكرا للسيد مدير الجامعه. بالنسبة لمصلحة الإصلاح والبناء الشرطة الإدارية أحسن. مع احترامي الشرق لك لانه كان كريس في خدمات دليلا المواطن باش يلقى سبيل الى كان عنده كانت عنده شي حاجه اللي بغى يقدمها. الاورغانيغرام ديال الجو ساكن والمطلوب هو يعني عقلنات والتدبير ديال لا الموارد البشريه على اساس باش يكون اقل تكلفه يكون اقل ولكن يكون يعني واضح لاي واحد يجي خاصة يعني المواطن. في هذه الحالة يعني ماشي غير يكون الأورغانيغرام على لي بابي ولكن خصو يكون باين تاع البناية ديال الجامعة. حبالة يكون واحد في طريق مرشد كتاب واحد المكتب ديال المرشد ولي سيرفيس يكونوا باينين واضحين باش المواطن بيكون جماعة فين كيمشي. دابا كتجي سيرتو هنا في هذه المنطقة الناس ما قاريش ما دايرينش وخاص واحد يكون مرشد اللي هو غادي يحاول يعني يكون كبديل ديال الجماعة. أي واحد جا غادي يلقى ويعاونوا وأنا كنهضر زعما شكرا سي عمر. قلنا كنهضروا وسمعونا ماشي قلنا شكرا. سالت الثنائيات. سالت الثنائيات. سالت الثنائيات. أي لا أشنو قلت؟ أشنو قلت؟ أشنو كم هذا؟
شكرا سي الدكتور. غير بالنسبه لهاد المكتبه اللي كتهضر عليها، كاين مكتبه الاعلام والتواصل غادي يكون فيها ديال الشباب. لا وعلم التواصل ماشي في الشباب، ما كتكونش في واحد المكتب الفوق ليه؟ لا تحت. تحت فوق غادي تكون في الباب. لو هو اللي بغا يمشي للتعبير يمشي للتعبير، اللي بغا يمشي للتعبير. شكرا سي المستشار، دوزو العمليه ديال التصويت. Thank you.